السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في فيديو. هنتكلم النهاردة عن تخفيض بيجو 301 موديل 2020 اللي وصل ل 30,000 جنيه. الفيديو ده هو واحد من سلسلة فيديوهات بتتكلم في تخفيضات السيارات في مصر. جمعنا كل أخبار السيارات وتخفيضاتها وحطناها في سلسلة واحدة، كل فيديو بيتكلم على عربية معينة، وجمعناهم علشان يقدر اللي هيشتري قبل ما ياخد قرار الشراء يبص على العربية اللي هو عايز يشتريها ويشوف إذا كانت الشركة اللي بتبيعها أو التوكيل عمل تخفيض فعلي على العربية ولا تخفيض وهمي بأرقام بسيطة علشان بس يتقال إن هو في تخفيضات في الشركة الفلانية، وهل فعلا التخفيض ده أثر على العربية ونزل سعرها ولا بقت قيمتها أقل من باقي السيارات المنافسة. وعشان تعرف برضو الشركات اللي بتقوم بالتلاعب في الموضوع ده وبتعلي السعر وترجع بعد فترة تنزل السعر تاني علشان في الآخر الناس تنسى الخبر الأولاني بتاع رفع السعر ويفتكروا تخفيض السعر ويشتروا. كل الكلام ده هتعرفه من سلسلة الفيديوهات تخفيض الأسعار. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك أو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة بيجو أعلن بشكل رسمي في الأسواق المصرية عن تخفيض بيجو 301 موديل 2020 علشان تتمكن من دخول المنافسة الشرسة والقوية جدا اللي مع عربيات كتير اقتصادية في نفس الفئة السعرية. الفترة دي هي فترة التخفيضات، وبقينا بنشوف بشكل يومي تخفيضات قوية من معظم شركات السيارات في السوق المصري. التخفيضات دي بتيجي طبعا في مصلحة العميل. بداية 2020 مع إلغاء الجمارك على العربيات التركية والهبوط اللي حصل في سعر الدولار شفنا تخفيضات من عربيات كتير جدا وزادت المنافسة. شفنا تيبو، رينو لوجان، تويوتا كرولا والمزيد من التخفيضات، نيسان قشقاي، ودلوقتي تخفيضات قوية على بيجو بداية من 301 حتى 508. العربية كانت بتنافس في فئة سعرية أعلى، حصل معظم منافسين العربية على تخفيضات زي تيبو لوجان، لكن حاليا هي أصبحت المنافس الشرس. العربية بتنافس عربيات زي فيات تيبو ورينو لوجان، شيري أريزو 5، موديل 2020، ام جي 5. العربية عشان تتمكن من دخول المنافسة لازم كان ينزل سعرها، وتم ايضا تخفيض سعرها، ودخلت برضو في منافسة مع سيارة ستروين سي ال زي 2020. تعتبر بيجو 301 حاليا بعد نزول السعر منافس قوي لمعظم السيارات الموجودة في الفئة السعرية دي. شركة بيجو اعلنت عن تخفيض سعر بيجو 301 بشكل رسمي من 8000 جنيه مصري لحد 30,000 جنيه. والطبيعي ان الفئة السعرية دي تأثر فيها التخفيضات الصغيرة دي حتى ولو بسيطة، لانها فئة اقتصادية، وتخفيض السعر بيأثر بشكل كبير زي ما شفنا في فئة تيبو. الفئة الاولى من بيجو 301 نزل سعرها 200,000 جنيه بدل 230,000 جنيه بتخفيض 30,000 جنيه. الفئة الثانية سعرها بقى 232,000 بدل من 240,000 بتخفيض 8,000 جنيه. الفئة الثالثة نزل سعرها ل 260,000 بدل 270,000 بتخفيض 10,000 جنيه. الفرق بين الثلاث فئات، الفئة الأولى اسمها الأكسس، كماليتها عبارة عن فرش قماش، فرامل اي بي اس، وسائد هوائية للسائق، ايموبلايزر ضد السرقة، جنوط، ازاز فاميه، ودي تمنها بقى 200,000. الفئة الثانية الاكتف زادت على الفئة الاولى، كشافات ضباب وسائد هوائية. الفئة الثالثة الالور زادت على الفئتين بفرش جلد، كاميرا خلفية، جي بي اس، مثبت سرعة، حساسات امامية وخلفية، ودي بقت ب 260,000. العربية دي كانت بتنافس في فئة سعرية مرتفعة وكانت فيها سيارات قوية جدا، اما الان فهي دخلت في منافسة مع فئة سعرية مقبولة. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.